يعني اول مره اعرف الموضوع ده امبارح ان الكابتن ضياء ملوش عقد ولا باقي الجهاز، وده كانت حاجه لفتت نظرنا واحنا هنصححها ان شاء الله. هل تم الاتفاق على المبدا يعني على الراتب الشهري المبدئي ليه او قيمه هذا التعاقد؟ ده من قبل ما نيجي في تعاقد بالمبالغ المعينه، واحنا بس هنعمل العقود. كام يا فندم المبلغ؟ لا اساليه هو، انا ما اعرفش. كان كلامنا مع كابتن احمد الشناوي ان هو شغال في مشروع الهدف او تطوير التحكيم في العالم، فكان سؤالنا ان هو مش هيتعارض، لان انا شايف ان حتى ما يتعارضش لسبب، لان هو راجل بيطور التحكيم على مستوى شمال وغرب افريقيا، فالاولى ان هو يطور التحكيم في مصر.